هي مادام ذبحت عليها بهذيك الذبحه وخلوني انا 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 نموت انا الزقه تاع الريال انا شوف انا الوسخ تاع الريال انا خلوني يا شيخي خليني انا نكره رياضه شيخي انا نكره رياض انا ما نبغيش اللعب المحترف يا شيخي يا شيخي خطيني من هذو لي زيميغري يا شيخي يا شيخي خطيني من لي زيميغري اهدر لي على الريال باسكو علاه باسكو فيها قبايلية شيخي فيها قبايلية وفيها زيزو ها مالك رياض محرز قدوة ورمز لكل حالم طامح بالنجاح في عالم الكرة. كاميرا الصدى راحت لعائلة محرز في الجزائر وكل التحية والشكر لمراسلنا رفيق باخوش اللي راح 700 كيلو رايح و700 راجع لكن بيستاهل. عائلة محرز منهمكة في تزيين طاولتها بأشهى الحلويات التقليدية، ليس لاستقبال أحد الأقرباء أو الأصدقاء، وإنما ضيفهم سيحل عليهم عبر شاشة التلفزيون، ابنهم رياض محرز الذي يشارك في نهائي البطولة الإنجليزية. وسط هذه السلاسل الجبلية الشامخة بقراها المتناثرة تمتد بني سانوس من تلمسان وصولا إلى المملكة المغربية، هي من أقدم الحضارات في شمال إفريقيا التي تمسكت قبائلها بالعادات والتقاليد العريقة. أصل قبائلها من البربر الذين يتحدثون الشلحة وهي لغة أمازيغية محلية. يحافظ بني سانوس على عادة إقامة حفلات إيرادة بمعنى اللبؤة احتفاء بانتصار زعيم الأمازيغ شاشناق على الملك الفرعوني رمسيس في المعركة التي دارت رحاها في هذه الجبال سنة 950 قبل الميلاد، ويصادف هذا العام مرور 2963 سنة على بداية الاحتفال. سكن بني سنوس هذه الهضبة منذ نحو 3500 سنة قبل الميلاد، سميوا آنذاك بأهل المغارات لأنهم كانوا يقطنون هذه المغارات التي تحولت فيما بعد إلى مخازن للذخيرة الحربية. يعني الحضارة اللي كانت تمر للمغرب أو للأندلس كما في وقت الفتوحات الإسلامية إلا مرورا بمنطقة بني سنوس، وهذه منطقة بني سنوس يعني معروفة بقبائل يعني أمازيغية قديمة وقديمة جدا يعني عريقة في التاريخ، والسكان الأصليين تاعها هما أمازيغ ينتميوا إلى قبيلة بني قومية أو بني جومي كما يذكرهم الكاتب الفرنسي إدموند ديستان ولا جون سيرفي ولا ليون لافريكان.